لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال أبو جعفر محمد ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل العلم بكلام العرب في مرافع المثل، في رافع المثل يعني، أو مرافع يعني بما هو مرفوع مبتدأ أين خبره. قال بعض النحويين، نحوي الكوفة: الرافع للمثل قوله تجري من تحتها الأنهار في المعنى، وقال هو كما تقول حلية فلان أسمر كذا وكذا، فليس الأسمر مرفوع بالحلية وإنما هو ابتداء، أي هو أسمر هو كذا، والجملة دي هي خبر المبتدأ. يقول: ولو دخل أن في مثل هذا كان صوابا. مثل الجنة التي وعد المتقون أن تجري من تحتها الأنهار، أو أن تجري من تحتها الأنهار. قال: ومثله في الكلام مثلك أنك كذا وأنك كذا، وقوله فلينظر الإنسان مما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. قال: من وجه من وجه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، فيها أنهار التي وعد المتقون فيها برضو، ها هو مكتوب فيها أنهار، لا أدري ما وجهه فيها هنا. قال: ومن قال أن صببنا الماء أظهر الاسم لأنه مردود على الطعام بالخفض ومستأنف، أي طعامه أن صببنا الماء ثم فعلنا. وقال معنى مثل الجنة صفات الجنة أنها تجري من تحتها النار. وقال بعض نحوي البصريين: معنى ذلك صفة الجنة. قال: ومنه قول الله تعالى: وله المثل الأعلى، معناه ولله الصفة العليا. قال: فمعنى الكلام في قوله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أو فيها أنهار، كأنه قال وصف الجنة فيها أنهار، اللي هي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ياسر. هو قصده غالبا فيها، وما كملش الآية يعني، يقصد أنها تكمل يعني. قال: كأنه قال وصف الجنة صفة
تجري من تحتها الأنهار أو صفة فيها أنهار. يعني في هنا في سورة الرعد يبقى إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. في سورة محمد فيها أنهار. قال ووجه آخر كأنه إذا قيل مثل الجنة قيل الجنة التي وعد المتقون. قال وكذا قوله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كأنه قال بالله الرحمن الرحيم والله أعلم. قال وقوله على ما فرطت في جنب الله في ذات الله كأنه عندنا قيل في الله، يعني في حقه. قال وكذلك قوله ليس كمثله شيء، إنما المعنى ليس كشيء وليس مثله شيء وليس مثله شيء لأنه لا مثل له. قال وليس هذا كقولك للرجل ليس كمثلك أحد، لأنه يلوز أن يكون له مثل والله لا يلوز ذلك عليه. قال ومثله قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. قال وفسر لنا أنه أراد السلام عليكما. قال أوس بن حجر وقتلى كرام كمثل الجذوع تغشاهم سبل منهمر. قال والمعنى عندنا كالجذوع، كمثل الجذوع يعني كالجذوع، لأنه لم يرد أن يجعل الجذوع مثلا ثم يشبه القتلى به. قال ومثله قول أمية زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال تحت رجل يمينه كأنه قال تحت رجله أو تحت رجله اليمنى. قال وقول لبيد أضل صيرا. أظل صواره وتضيفته نطوف أمرها بيد الشمال، كأنه قال أمرها بالشمال وإلى الشمال. وقوله لبيد أيضا حتى إذا ألقت يدا في كافر، فكأنه قال حتى وقعت في كافر. وقال آخرون منهم وقال آخر منهم ومن المكفوف عن خبره. قال والعرب تفعل ذلك، يعني الخبر محذوف. يعني قال وله معنى آخر للذين استجابوا لربهم الحسنى مثل الجنة موصول صفة لها على الكلام الأول. بعيد بعيد إنه مرت جمل كثيرة. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال ذكر المثل فقال مثل الجنة والمراد الجنة، ثم وصفت الجنة بصفتها، وذلك أن مثلها إنما هو صفتها وليس صفتها شيئا غيرها، لأن الصفات قائمة بها. وإذ كان ذلك كذلك ثم ذكر المثل فقيل مثل الجنة ومثلها صفتها وصفة الجنة كذا، فكان وصفها كوصف المثل، وكان كأن الكلام جرى بذكر الجنة فقيل الجنة تجري من تحتها الأنهار كما قال الشاعر أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. فذكر المر هي مر السنين ورجع بالخبر إلى السنين. أمر أرى مر السنين، ما قالش أخذ مني، قال أخذنا، رد الأمر على السنين نفسها
جعل مر بمعنى السنين. الخلاصة في هذا الكلام أن معنى مثل الجنة التي وعد المتقون، صفة الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار. عايز تقول أنها تجري من تحتها الأنهار، صفة مثل الجنة التي وعد المتقون أنها تجري من تحتها الأنهار. هو توسع جامد جدا في اللغة في هذا الموضع أكثر من عادته. وقوله أكلها دائم وظلها، يعني ما يؤكل فيها. أكلها يعني الطعام الذي يؤكل فيها. يقول هو دائم لأهلها لا ينقطع عنهم ولا يزول ولا يبيد، ولكنه ثابت إلى غير نهاية. أكلها دائم مستمر يعني. وظلها، يقول وظلها أيضا دائم لأنه لا شمس فيها، مستنيرة بلا شمس. قال تلك عقبى الذين اتقوا، يقول هذه الجنة التي وصف جل ثناؤه عاقبة الذين اتقوا، فاجتنبوا معاصيه وأدوا فرائضه. وقوله عقبى الكافرين النار، يقول عاقبة الكافرين بالله النار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال بعد أن ذكر لهم عذاب في الحياة الدنيا الكفار، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولهذا قرن هذا بهذا فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها ونعتها. يعني قرن بين ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار، ذكر حال أهل النار أولا ثم ذكر حال أهل الجنة. مثل الجنة أي صفتها ونعتها، تجري من تحتها الأنهار، أي سارحة في أرجائها وجوانبها، وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا، أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا. ذكر بعضهم، ذكر بعض السلف يفجرونها تفجيرا أنه يعني يضغط على أي مكان حوله فتم ينبع بالماء، يعني الحائط مثلا كده يروح جاي، مش محتاج ان هو يذهب إلى مكان، لكن يفجرها في أي مكان. سريحة من غير إخضوع، سريحة يعني من غير منخفض. قال كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله. وقوله أكلها دائم وظلها، أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع لها ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، فيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا،
ثم رأيناك تكعكعت، تراجعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن طعام الجنة دائم، ولو جاء شيء من الجنة في الأرض لبقي طيلة الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصه لا ينقصونه. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهدا لبعضه. وعن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر لغراب الأبقع ولا يفطر، يعني الغراب يفضل ماشي سنة بدون أن يتوقف. ها؟ مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفطر شهر، مسيرة شهر سبق لسان سنة. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل إذا نزع شجرة من الجنة عادت مكانها أخرى. سأل غراب الشيخ الألباني صححه ضعف ده. الله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا، أستغفر الله.